أهلاً الكرام، رجعنا لكم تاني في الفقرة التانية اللي هنتكلم فيها عن دوالي الساقين. وطبعا ومعانا ضيفنا اللي منورنا دكتور أحمد أخصائي، دكتور أحمد أخصائي الأوعية الدموية، تمام، وجراحة الأوعية الدموية والقدم السكري، ماجستير الجراحة العامة جامعة عين شمس، دكتوراه في جراحة الأوعية الدموية جامعة الأزهر، وعضو الجمعية المصرية لجراحة الأوعية الدموية. أهلا بحضرتك ومنورنا في برنامجنا ابن مصر. يا دكتور، لو سألناك أول سؤال حضرتك، يعني إيه هي الدوالي؟ لو يعني بمبسط كده، شرح مبسط للناس اللي ما تعرفش الدوالي. تمام. احنا مبدئيا عشان نفهم الدوالي محتاجين نفهم ان الدم علشان يروح الساق بيروح من القلب في شرايين، فمحتاج يرجع، بيرجع الدم دوت في دوالي، هو في أوردة. هو علشان يرجع في أوردة بيرجع عكس اتجاه الجاذبية، عشان كده في صمامات هي اللي بتسمح بان هو يرجع عكس اتجاه الجاذبية عشان يبقى في اتجاه القلب. تمام. احيانا لبعض الاسباب الصمامات ديت بيحصل فيها مشاكل وبتبوظ، فبيبدا الدم زي يركن في الأوردة ديت، فبيعمل الدوالي. هي ديت بتبقى نشأة الدوالي، بتكون من مشاكل صمامات الأوردة. بالظبط. طيب يا دكتور، في كده في الرجل كده او في الساق بيبقى في الوان. فالالوان دي امتى نعرف انه المرض ده مثلا في بدايته او المرض ده في نهايته او كده؟ تمام. هو الدوالي درجات مختلفه، درجات كتيره جدا، بتبدا من حاجات بسيطه خالص ما بتبقاش محتاجه اي تدخل. دوالي عنكبوتيه بتبقى مجرد زي شعيرات دمويه زرقاء كده خفيفه خالص في الساق، بس بتكون عامله مشكله تجميليه بس، لكن ما بتكونش عامله الم ولا اي اعراض. شوية إلى حد ما بعد كده في درجة أكبر شوية اللي هي الأوردة المنتفخة، اللي هي بتبدأ تبقى ظاهرة بشكل أكبر. دي بقى فيها مشكلة، دي اللي بتبقى بنبدأ هنا بقى نبدأ نتدخل بقى، سواء بالعلاج أو بالتدخل أو بوسائل مختلفة. بعد كده ممكن نلاقي أن الدوالي دي دخلت الساق في مشاكل زي تورم الساق، دخلت في حاجات قرح وردية، تصبغ في الأنسجة، حاجات جلطات في الأوردة العميقة، حاجات بتبقى درجات أعنف شوية، بتكون دي الدوالي اللي حصل فيها مضاعفات، مش الدوالي الطبيعية البسيطة اللي في درجتها الأولانية. تمام. طيب يا دكتور، زي ما عرفنا من حضرتك ان دوالي الساقين بتبقى مراحل او درجات، فايه هي المراحل او المرحلة اللي عندها لازم نقول للمريض انه يتجه للطبيب؟ تمام. اول درجة زي ما قلنا هي ما بتصنفش قوي كحالة مرضية، اللي هي الشعيرات الدموية او الدوالي العنكبوتية. لكن مش معنى كده ان ما فيش مرضى بيطلبوا النصيحة الطبية في المرحلة دي، ده لا، في طبعا، اللي هم غالبا بيكونوا البنات اللي بيبقى مضايقهم شكلها، فدول بيبقى بيطلبوا النصيحة الطبية للسبب ده. غير كده اي مريض مجرد عنده شعيرات دمويه لو مش مضايقه شكلها، لا ده ما بتبقاش محتاجه اي تدخل ومش محتاجه يعني اي حاجه. احنا ممكن نبدا من الاول، يعني نبدا عن يعني المرض من الاول بالشعيرات دي، نحاول نعالجها عشان هي مش يعني احنا ما بنقدرش نوقفها، احنا حتى نقدر نعمل ان حتى لو استخدمنا عليها ليزر تجميلي كده يقدر يداريها، ده ما بيمنعش ظهور غيرها. ادم هي بدات العمليه ديت سواء الاستعدادات في يعني جسمك او لو ما نقدرش تدخل غير يعني لما يكون بقى في الحاله المرضيه اللي هي الدوالي المنتفخه اللي انا كلمتك عنها ديت، بتكون هنا بقى احنا ممكن نتدخل بقى على حسب بقى الدرجه وعلى حسب امتداد الدوالي ديت فين. بنبدا بقى هل نحدد طريقه العلاج بتاعتنا. طيب يا دكتور، ما بين الرجال والنساء مين الاكثر عرضه للاصابه بدوالي الساقين؟ هو للاسف النساء. لا النساء طبعا، عوامل كتير طبعا، هرمونيه، الحمل، حاجات كتيره جدا بتتدخل في ان هو بترفع النسبه في النساء عن الرجال. طيب يا دكتور، بقدر معلوماتنا البسيطه ان الوقوف لفترات طويله ممكن يكون سبب من اسباب الاصابه بالدوالي، ايه مدى صحه الكلام ده؟ وكمان ايه هي الاسباب اللي ممكن تؤدي للاصابه بدوالي الساقين؟ تمام. هو فعلا الوقوف فترات طويله من اهم العوامل، عشان كده بنلاقي يمكن الدوالي منتشره اكتر في بعض المهن، يعني المهن اللي هم طبيعه عملهم بيقفوا فترات طويله، المدرسين، الاطباء، رجال المرور، الناس دول كلهم بنلاحظ دايما ان هم عرضه اكتر للدوالي. نتيجة كمان اللي هم مش بيتحركوا مثلا، الوقفه بالذات. طيب الوقفه طيب بدون حركه. طب مثلا لو ممكن نقول مده معينه او وقت معين اللي هو ممكن نقف فيه لازم نرتاح بعدها بقى. هي مش ارقام لانها بتختلف جدا، لان زي ما هقول لك العوامل
اللي بعد كده بتختلف بشكل كبير من واحد للتاني. يعني في ناس مهما وقفت هو مش هيحصل له دوالي، ما عندوش استعداد جيني، ما عندوش العوامل الوراثيه مهمه جدا في الموضوع بتختلف. في ناس بيبقى عنده يعني سندروم او حاله كده بيكون عنده ضعف عام في الالياف بتاعت جسمه، تلاقي عنده يعني مجموعه امراض، فت، دوالي، بواسير القدم المفلطح، بتلاقي عنده مجموعه امراض كده لان ده بيبقى فيه ضعف عام في الالياف في جسمه. يعني غير كده طبعا اي حاجه بتعمل ستريننج او بتزود الضغط جوه البطن زي الكحه المزمنه، زي الامساك المزمن، الحاجات ديت برضو بتبقى بتزود فرص الدوالي بشكل كبير. مع طبعا اهم من اهم العوامل هو الوقفه فترات طويله بدون حركه. عشان كده احنا دايما ننصح اللي هو يقف يحاول ان هو اثناء الوقفه يتحرك شويه، يعني دايما يحاول ياخد خطوتين ثلاثه حتى في مكان. يعني لو هو طبيعه عمله محتاجه واقفه في مكان واحد لفتره طويله، لا يحاول يتحرك خطوتين ثلاثه، يحاول يمشي، بلاش ان هو يفضل طيب. واقف. لو هنروح للتدخل بقى بتاع حضراتكم، التدخل الجراحي، تمام. نبدا بقى بايه، ايه الطرق اللي ممكن نتدخل بيها؟ هي طبعا ابسط درجات خالص في الاول، يعني بتبقى التدخل ممكن يقتصر على مجرد شراب طبي ضاغط. طبعا للاسف العيانين ما بيلتزموش بيه كتير، يعني هو بيزهق شويه خصوصا في الحر. يعني بعد كده ممكن احنا بقى عندنا طرق اكتر من طريقه للتعامل الجراحي بقى لو هي درجات اشد شويه. في طبعا الجراحه التقليديه، الجراحه التقليديه هي بنستأصل الوريد ده بشكل كامل، ده الوريد السطحي هو اللي بتظهر فيه الدوالي، بنستأصله وبتبدا الرجل تعيش على الوريد العميق. هو ده اللي بيقدر يخلي، عشان كده لو في جلطات لا قدر الله او في اي مشاكل ما بنقدرش نعمل عمليه، ده من موانع العمليه. لو في جلطه في الاورده العميقه ما نقدرش نعمل ان احنا نشيل الوريد السطحي ده. لكن لو هو سليم ان شاء الله الوريد العميق ده، ممكن نقدر نشيل الوريد السطحي اللي فيه الدوالي اللي عامل المشكله. يعني هو بيتشال تماما. دي الجراحه التقليديه. طب هو اصلا ما بيقصش يعني لما بيتشال؟ عن هو نظام سطحي له دور طبعا في عوده الدم، بس مش هو الدور الرئيسي. الدور الرئيسي اكتر على النظام العميق. الليزر او التدخل بالليزر مش تمام؟ الليزر احد الطرق طبعا، الليزر والترددات الحراريه دي طرق احدث وافضل كتير. طب ايه بقى الفرق بين الليزر او التدخل العادي التقليدي؟ الليزر طبعا هو يعني يعتبر جراحة يوم واحد، بيبدأ المريض يدخل بيخرج بعد العملية بفترة بسيطة جدا، ممكن يعملها ببنج موضعي، ممكن يعملها ببنج نصفي. سرعة الاستشفاء من الليزر أسرع كتير جدا من الجراحة، الألم بعد العملية أقل، وجود مفيش جرح طبعا، هي مجرد قسطرة بتدخل جوه الوريد بتحرقه بتنهي مشكلة الدوالي خالص. مفيش جرح، مفيش عدوى، مفيش تلوث، مفيش تجمعات دموية. يعني كطبيا أفضل للمريض بشكل كبير. يعيبه نقطة واحدة هي التكلفة، يمكن تكلفة الليزر شوية أعلى من من الجراحة التقليدية. يعني طب ملهوش أثار مثلا؟ لا خالص. طبعا ما فيش حاجة في الدنيا ملهاش أثار جانبية تماما، بس هو الأثار الجانبية بتاعته نسب حدوثها ضعيفة جدا، يعني غالبا ما بتحصلش حاجة إن شاء الله. طب ولو تدخلنا بالليزر مش هنحتاج إن احنا نشيل أو نستأصل؟ هو الليزر بيتعامل مع الوريد الرئيسي زي الجراحة التقليدية ما بتتعامل مع الوريد الرئيسي. أحيانا بيكون في بعض الدوالي في أوردة صغيرة، دي بقى بنعمل لها الحقن، يعني بنحقن فيها مادة رغوية بتجلطها بقى، ديت بتبقى للأوردة البسيطة الصغيرة. دي ممكن طريقة تانية بتساعد الجراحة أو بتساعد الليزر، يعني بتبقى إضافية مع ده أو ده. طيب يا دكتور، هل في تقنية علاجية معينة بتنفع مع حالة وما تنفعش مع حالة تانية؟ أكيد مش كل الناس فت لكل الحلول. ده بيتوقف على الكشف وعلى التشخيص وعلى فحوصات بتتعمل على وسائل كتيرة جدا عشان نقدر نقيم كل حالة هنختار لها إيه بالظبط عشان يبقى الحل المناسب، يعني انتشار الدوالي موجود فين، امتدادها فين، وأمور كتيرة جدا. معنى كلام حضرتك إن مش كل الحالات يعني لازم يكون في تدخل جراحي؟ لا طبعا مش كل الحالات لازم يكون في تدخل جراحي. طيب يا دكتور، ايه هي الاساليب المتبعه في التشخيص؟ التشخيص طبعا احنا كان عندنا الدوبلر يعني في الاول، دلوقتي تطور شويه بقى الدوبلكس، يعني هو عباره عن موجات صوتيه زي السونار كده، الناس تعرف السونار اكتر. يعني هو زي السونار بيبقى على الاورده بتاعه الساق وبيبدا يورينا هل في مشكله في الصمام الرئيسي اللي هو واصل ما بين الاورده السطحيه والاورده العميقه. لو الصمام الرئيسي ده هو تاثر، غالبا هنا بقى بنحتاج التدخل. لو الموضوع اصغر شويه ممكن نكتفي بشراب حقن بوسائل ابسط شويه. طيب حضرتك في العياده
ما جاش لحضرتك مثلا حالة غريبة استغربت منها في موضوع الدوالي ده مثلا، التدخل كان صعب أو حاجة؟ هي الدوالي من الحالات مش الصعبة في الطب بشكل عام، يعني الدوالي معظم الحالات فيها بتاخد نفس الباترن، يعني هي معروفة بسيطة. وواضحة، بس هو دايما اللي احنا بنحب ننبه منه اللي هي الدوالي السنوية، يعني شوية اللي هو عنده الدوالي دي ظهرت نتيجة مشكلة في النظام العميق، يعني حصل عنده جلطة في الأوردة العميقة وبعدين ظهرت عنده الدوالي ديت كمضاعفة ليها. بنحذر جدا من التدخل بقى في الحالة دي، يعني يا ريت ان هو محدش يكون عنده تاريخ لجلطة في الساق، في أوردة الساق العميقة، ويظهر عنده دوالي ويفكر ان حد يقول له اعمل لك العملية او اعمل لك ليزر او الكلام ده، ده ممنوع تماما. طيب في العملية بنحتاج بنك نصفي ولا كلي؟ في الجراحة بنحتاج بنج نصفي أو كلي طبعا أو أي حاجة من الاتنين، أما في الليزر بيكفينا الموضعي كمان وممكن النصفي، لكن ممكن نعملها ببنج موضعي خالص بدون، والمريض فايق وشايف وصاحي تماما. طب الدوالي بتكون في الساقين بس؟ الدوالي لا، مش هي الدوالي ممكن أشهر تظهر ليها. في اي اورده، في اي اورده في الجسم، ممكن تظهر في الذراع، ممكن تظهر في اماكن كتيره في بس جدار اكتر حاجه الصدر، في الرجلين لكن عشان اكتر مكان طبعا هو ده، لان ده زي ما قلنا هو اكتر مكان الجاذبيه فيه بتبقى مش يعني شوية. مشكله ان الدم يرجع منه، يعني الجاذبيه الارضيه ليها عامل برضه. ما هو اساسا الصمام، هو دي وظيفه الصمام، وظيفه الصمام اللي في الوريد انه يرجع الدم في عكس اتجاه الجاذبيه. لو الصمام ده حصل فيه مشكله بالتاكيد اكتر مكان الدم هيركن فيه هو الساق يعني. طيب يا دكتور، لو انت هتوجه رساله لكل امهاتنا مثلا لقيت عندها اعراض للدوالي، تعمل تبدأ تيجي لحضرتك مثلا العيادة امتى، او أنا لما تحس بايه، او لما تشوف اعراض معينة؟ مبدئيا اهم حاجة انه اقول له الدوالي ده ما تخافش، يعني الدوالي مش مشكلة كبيرة، الحلول كتيرة جدا، الحلول متاحة لكل انواع الدوالي، ما فيش حاجة تقلق في الموضوع. لو زي ما قلنا الدرجات البسيطة خالص ديت عاملة له مشكلة في الشكل التجميلي او كده ممكن يطلب الخدمة الطبية يعني. لو هي من الدرجات الأكبر من كده اللي هي بدأت العروق المنتفخة والأشكال دي، يا ريت إن هو ما يهملش فيها عشان ما تتفاقمش، لأن مشكلة إن في بعض الناس بتيجي متأخر شوية بيكون وصلوا لمرحلة النسف من الدوالي، وصلوا لمرحلة القرح الوردية، وصلوا لمرحلة الجلطات، الأمور دي بتكون الموضوع تفاقم وتطور بشكل كبير، فيعني ننصحه إن هو يجي بدري، وننصحه إن اللي هو الدكتور نصحه بيه يلتزم بيه، زي ما قلنا خصوصا موضوع الشراب، دايما دايما الشراب وطريقة لبسه الصحيحة، بيرفع رجله 10 دقائق ربع ساعة قبل ما يلبسه الصبح، ويفضل لبسه طول اليوم لحد بالليل. احنا بقينا بنكتفي بشراب تحت الركبة، كان زمان يمكن بكل الناس بتقولك شراب لحد أعلى الفخذ فوق، كان بيزهق أكتر وكان الالتزام بيه أصعب، لكن دلوقتي يمكن شراب اللي احنا بقينا بننصح بشراب تحت الركبة بيكون كافي جدا، بس برضو يعني عدم في عدم التزام كبير. طيب عايزين من حضرتك رسالة أو نصيحة للسادة المشاهدين بصفة عامة عشان يقدروا بيها إن هم يتجنبوا مشكلة دوالي في وقت قليل عشان الوقت مش واضح. يعني طبعا الرياضة، الرياضات يعني ممكن الرياضة الخفيفة، المشي الخفيف، الحركة الخفيفة بدون سترين، بدون حديد، بدون حاجات صعبة، أعتقد بتكون حاجة فيها وقاية كبيرة إن شاء الله. بشكر حضرتك جدا يا دكتور، وبشكر زميلتي إيمان، وبشكركم مشاهدينا الكرام على متابعتكم لينا لحلقتنا وبرنامجنا ابن مصر. يا ريت تتواصلوا مع الدكتور، طبعا هو حضرتك متاح في العياده كام يوم في الاسبوع؟ او ثلاث ايام في الاسبوع. فارقام الدكتور طبعا ظهرت عندكم على الشاشه، فتواصلوا معاه، وتواصلوا معانا من خلال وسائل التواصل على الفيسبوك او وسائل التواصل عامه على السوشيال ميديا، وابعتوا لنا افكاركم، مشاكلكم، اقتراحاتكم، ان شاء الله هنناقشها في برنامجنا ابن مصر، ونلتقي في لقاء اخر ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.